أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ورجعنا لحضراتكم من جديد وبرضو مع موضوع الأجازة وإزاي نقضيها بوقت مفيد. بنرجع برضو لأحمد ونقول له يا أحمد، عايزين رسالة لكل أشبالنا، أنت هنا توجهها من استوديو قناة الخليجية برنامج أخبار أشبالنا، علشان يستغلوا وقت الفراغ في الأجازة استغلال مفيد، تقول لهم إيه؟ ان شاء الله. احنا عندنا في يعني في الاجازه بيبقى اليوم مشغول اقل بكتير من الدراسه، بيبقى تقريبا اغلب اليوم احنا بنعمل فيه اللي احنا عايزينه، تمام. واليوم طويل الحمد لله يعني. يعني اليوم نقدر نقسمه لاكتر من حاجه، فممكن يعني نستغل جزء من اليوم ان احنا نستمتع فيه، ان احنا نلعب براحتنا وكده، عشان برضو بنبقى طالعين من جو امتحانات وكده ونهدي نفسنا شويه. برضو احنا دايما كل الاجازه نحاول نتحول من احسن لا أحسن. الى احسن، فعايزين برضو في الاجازه دي يعني نفكر في موضوع مثلا صلاه القيام. يعني تمام. عندنا اجازه الصيف بتبقى طويله الحمد لله، وبعدين بننام براحتنا وكده، فيعني لو قلنا مثلا ساعه كده قبل الفجر نصلي فيها صلاه القيام يعني مش تبقى كتير، مش هتبقى كتير خالص، لان اكيد من 24 احنا ساعه بنقعد على الكمبيوتر مثلا هنقعد على الكمبيوتر كتير. اليوم كله. طب انت بتحفظ قران اكيد في الاجازه، ان شاء الله. انت حافظ كام جزء؟ انا بصراحه يعني اكتر حاجه حفظتها كنت بحفظ جزئين، بعدين باجي في الدراسه بتوقف تمام، يعني هو بصراحه. اكيد في الدراسه. طيب الشيخ سلام عبد القوي لما كان معانا في مداخله، ودي هنختم بيها للاسف علشان خلاص وقت الحلقه خلص، السهر، هل انت في الاجازه بتسهر؟ بصراحة أنا بحاول أبطل الموضوع ده، بس يعني بس انا الصراحه يعني هو دلوقتي قال معلومه حلوه قوي، ان السهر بيتلف حلو. خلايا المخ. تمام. طيب وانت يا محمد حافظ قد ايه من القران؟ جزئين. طب تقدر تقول لنا كده رساله لاشبالنا من استوديو قناه الخليجيه، تقول لهم يعملوا ايه في الاجازه؟ بسرعة يستفيدوا بيها ويقروا كلام كتير ويصلوا وبرضه يلعبوا عادي. اكيد يمرحوا كمان. بالتأكيد نتمنى لكل أشبالنا ولكل أصدقائنا في الأجازة دي إنها تكون أجازة سعيدة ومفيدة، لكن كمان ما ينسوش يخلوا فيها وقت لحفظ القرآن والصلاة جماعة في المسجد، علشان تبقى بجد أجازة سعيدة ومفيدة. في نهاية فقرتنا وحلقتنا كمان بنشكر ضيوفنا، أشكرك يا أحمد وبجد كان لقاء ممتع، ربنا يخليك. وكمان بنشكر محمد خلف، شكرا جزيلا لك يا محمد. بنشكركم كمان أعزائي المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم بمشيئة الله في حلقات متجددة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.